السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن التعهدات الدولية بتقديم ملياري دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وعن أبعاد التحركات الأممية لإعادة المسار السياسي. أكدت الأمم المتحدة تعهد الدول المانحة بتقديم ملياري دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس بأعمال مؤتمر المانحين الذي انعقد يوم أمس في جنيف لدعم اليمن، وشدد على ضرورة السماح بوصول عمال الإغاثة إلى المحتاجين للمساعدات في أنحاء اليمن بدون شروط. وحث غوتريس أطراف النزاع على التسوية السياسية لإنهاء الحرب الدائرة ووضع حد للأزمة الإنسانية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل تتمكن مبالغ الدول المانحة من تجاوز الأزمة الإنسانية في اليمن؟ وما هو مستقبل الأزمة في ظل تعثر المسار السياسي؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. لا حلول إنسانية للأزمة اليمنية، تأكيد أممي على طبيعة الحل في اليمن في مؤتمر دولي عقد بجنيف لتوفير المساعدات الإنسانية. فالتسوية السياسية في نظر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش هي الطريق الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن. مهما حشدت الموارد وقدمت المساعدات، فإن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الإنسانية يتمثل بالعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السلام المستدام وفقا للمرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون. الحكومة اليمنية لا تختلف مع ما قاله المسؤول الأممي، فالعودة لطاولة المفاوضات بتصريح وزير الخارجية عبد الملك المخلافي سبيل لإنهاء المأساة الإنسانية. لكن المخلافي في كلمته أمام المانحين في مؤتمر الاستجابة ربط تلك المفاوضات بإنهاء الانقلاب وباشتراطات مرجعيات التسوية المعلنة، وهي الاشتراطات التي ترفضها ميليشيا الحوثي، مما يجعل التسوية السياسية مجرد حديث متكرر لسلام فشل منذ سنوات في تثبيت هدنة إنسانية واحدة. المؤتمر الدولي الذي نظمته الأمم المتحدة نجح في خلق تضامن دولي برفع قيمة المساعدات الإنسانية لليمن بحوالي ملياري دولار، وهو المبلغ الذي قالت خطة الاستجابة الإنسانية إنه يحقق المستوى المعقول من الاحتياجات الإنسانية. لكن الأمين العام للأمم المتحدة قال إن اليمن تحتاج أيضا إلى 3 مليارات دولار. وفق إحصائيات الأمم المتحدة، فإن الحرب في اليمن جعلت أكثر من 22 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية والحماية، بينما يعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 8 ملايين شخص لا يعلمون كيف يوفرون وجبتهم الغذائية التالية. تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن معقدة بدهاليز السياسة، وعوضا عن صعوبة تحقيق حل سياسي في ظل تعنت ميليشيا الانقلاب وعدم جدية التحالف في الحسم العسكري، فإن المساعدات الإنسانية واقعة بين نهب الميليشيا الإنقلابية والسياسات الغامضة للتحالف المتحكم بالموانئ والمطارات اليمنية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الخبير الاقتصادي حسام السعيدي من إسطنبول. مرحبا بك أستاذ حسام. أهلا بك أستاذ حسام. في البداية، هذه 2 مليار دولار مبالغ لليمن يعني الاستجابة الإنسانية، برأيك هل هي كافية وحجم الإغاثة وحجم الاحتياج الكبير في اليمن؟ الحقيقة أن حجم الاحتياجات الإنسانية في اليمن مرتفع وفقا للخطة الاحتياجات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة. هناك ربما مأساة الحقيقة في الوضع اليمني بشكل عام. هذه حشد الدعم هو الحقيقة وسيلة لتقديم إغاثة ربما نستطيع أن نقول أولية، وتقديم مقومات تمنع الحقيقة مزيدا من التدهور خاصة في المجال الغذائي والصحي. يجب الحقيقة أن تقوم هذه المساعدات أن تحد من حالة الفقر الشديد، وأن تمكن من تقديم ولو حد أدنى من الخدمات الصحية للمواطنين. الحقيقة هل هي كافية وهل ستصل جميعها للمواطنين؟ هذه نقطة أخرى. اليمن تقريبا حتى في في في
عقد في الفترة الانتقالية من منذ عام 2012 ميلادية وحتى 2014 كان حجم أو نصيب الفرد اليمني من المساعدات تقريبا تصل إلى 44 دولار فقط، مقارنة بمثلا في سوريا وصلت إلى 189 دولار، في جنوب السودان 165 دولار. المساعدات في اليمن هو ملف كبير ويكتنزه الكثير من الغموض الحقيقة. نعم. من قبل تركزت المنح والمساعدات للحكومة أو للموازنة العامة لدعم البنك المركزي كان توجه للدعم الاقتصاد أو لحفظ الاستقرار في الاقتصاد الكلي بشكل عام، بينما كانت الآثار الملموسة من قبل المواطن ضعيف. الآن في ظل الحروب الحقيقة ما يزال هناك ربما إذا وجد استطلاع رأي ما المواطنين حول خدمات المنظمات ستكون الإجابات متفاوتة، وستكون سيكون الوضع مأساوي أيضا أن هذه الأموال ربما لا تقدم الخدمات الكافية. ومع ذلك في ظل الوضع المأساوي ربما لا يستطيع المواطن اليمني أن يجد أحيانا، وخاصة مثلا عند تفشي مثلا مرض الكوليرا على سبيل المثال، كانت ما تقدمه اليونيسيف أو ما تقدمه المنظمات الدولية هي المحطة الأولى للمواطن اليمني للحصول على العلاج أو على بعض العناية الصحية. هناك جزء من العناية ولكنها طبعا لن تكون كافية، وأيضا لا نستطيع أن نقول أنها مثلى بحيث أن هذه المبالغ تصل مباشرة، هي ما تزال الآن تعهدات. في حقيقة الأمر هي تعهدات، ما نتج عن هذا المؤتمر هي تعهدات، هل سيتم دفعها؟ هذا ما ستقدمه الأيام القادمة وما ستوضح الأيام القادمة. نتمنى أن يتم تقديم هذا، ومن ثم أيضا نتمنى أن أيضا أن يكون هناك شفافية وأن تصل فعلا إلى المواطن المحتاج لها. الحقيقة هناك في اليمن يعني وضع سيء، مثلا الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين اختفى تماما، وهو كان يجب أن يكون حاضرا في هذه الأزمة. هذا الجهاز حتى ربما لم يتم دفع تكاليف موقعه الإلكتروني وتم إغلاقه على الإنترنت. هذا الجهاز كان يجب أن يطلع بدور مهم في هذه الأزمة وأن يقدم خطة استيعاب للمانحين، خطة طارئة، خطة طوارئ، وأن يكون للحكومة دور في هذا العمل، لكن مع الأسف لا يوجد أي دور ونيط الدور بالمنظمات الدولية، وربما أيضا حتى أن هذه المنظمات تلعب يعني دورا بالاتفاق مع المانحين أنفسهم وليس فقط ربما حتى بغياب الحكومة. يعني نعم. هذه الأموال وطريقة إدارتها وكيف يتم أن تصرف، ربما الحكومة لا تمتلك فيها يد كبيرة، فقط هي تدار من قبل منظمات دولية أخرى، وهذا نعم. ربما قد يكون سيئا، ربما قد يكون جيدا أيضا في من ناحية أخرى، خصوصا إذا علمنا أنه ما توجد آلية جديدة بالنسبة للحكومة وأيضا تفشي الفساد إلى آخره. نعم. طيب أستاذ حسام يبقى معي يشارك معنا في الحديث الباحث السياسي ميسا شجاع الدين. أستاذة ميسا مساء الخير. مساء النور. أهلا بك أستاذة ميسا. في البداية يعني تابعت مؤتمر المانحين والمبالغ التي قدمت لليمن من أجل الإغاثة الإنسانية ودعم اليمنيين، برأيك هذا العام سيختلف عن الأعوام السابقة، أيضا سيختلف عن الدعم السابق، لأنه كما تابعنا السنوات الماضية كان هناك تقديم من المانحين ودعم للإغاثة الإنسانية في اليمن، لكن شهدت اليمن ربما أسوأ سنوات من حيث التدهور الصحي، التدهور الغذائي، كل المشاكل التي حلت باليمن رغم المليارات التي دفعت لليمن. في أساس قدرة اليمن على استيعاب الأموال المانحين دائما ضعيفة حتى من قبل الحرب، لأن استيعاب المنح بيحتاج أيضا قدرات مؤسسية من للدولة جيدة تكون قادرة أنها تستوعب هذه المنح، فما بالك بالآن والوقت الآن أسوأ كمان، والمنح طبيعتها بتاخذ الآن أكثر شكل أغذية أدوية، وهي يعني أنت ما تقدرش الساعة 15 مليون أو 16 مليون، هذا العدد من البشر يحتاج إلى إمكانية لأنه يعيش، يعني لتحسين ظروفها المعيشية أكثر من هو للمنح. لكن عموما هذه المناخ اللي حتى الآن يعني بتوصل بشكل محدود، يعني بتخفف من معاناة بعض الناس طبعا، لكنها لا يمكنها أن تحل مشكلة اليمن الإنسانية ومعاناتها الإنسانية، وهي معاناة كبيرة جدا بسبب أن اليمن بلد كبير موارد. الحرب دمرت البنية التحتية ويعني وقفت على فرص العمل لكثير من البشر، الملايين اليمنيين العاطلين عن العمل الآن، فبالتالي المسألة صعبة أتصور. نعم. أنها نتفاءل بخصوصها.
نعم، ذكرتي نقطة أستاذة ميساء فيما يخص أنه عدم قدرة الحكومة على استيعاب هذه الأموال من المانحين للاستفادة منها وإيصالها إلى المحتاجين في اليمن. تقصدي الخلل في الحكومة بعدم يعني استغلالها ويعني تقديم المشاريع التي تستوعب هذه الأموال، في حال فشلت الدولة في تقديم يعني خطط لاستيعابها ستتوقف هذه المبالغ، أليس كذلك؟ هو عادة الأموال لا تقدم كلها مرة واحدة. نعم. بيكون في دائما في طلب انهم اي مشاريع ستقدم وبيكون في رقابه عليها المفروض. فبالتالي قدره الدوله اليمنيه من قبل الحرب وايام ما كان في مؤسسات دوله، يعني كان في مؤسسات دوله ضعيفه. نعم. لكن كانت موجوده على الاقل. الان عندنا مؤسسه دوله بديله. يعني الوزير الان بطوله، يعني لا توجد مبنى وزاره، لا يوجد أرشيف وزارة، لا يوجد يعني هيكل الإداري للوزارة، كلها غير موجود. نعم. باستثناء أن أنت بتتكلم عن وزير وكيل وزارة، وصارت المناصب كما هو معروف صارت نوع من يعني شكلها من أشكال شراء الولاءات الشخصية يعني والإكراميات الشخصية أكثر منها مناصب فيها مسؤوليات محددة. نعم. فبالتالي القدرة على استيعاب الأموال أتصور أنها ستكون ضعيفة جدا يعني. واعتقد ان الاموال احيانا بتمر السنه، يكون مثلا اليمن مرصود لها عدد معين من يعني مبلغ معين من المنح، اليمن لا تستوعب حتى نصفها، هذا قبل الحرب. بعد الحرب اعتقد ان اليمن لا تستوعب الا قليل جدا. نعم. طيب، وهذا القليل عاده بيذهب مواد غذائيه، هذه النوعيه من المنح هي اسعافيه، يعني هي بتحل مشاكل الناس في هذه اللحظه. لكن وليتها نعم أستاذة ميساء، وليتها تصل أيضا للمحتاجين فعلا. للأسف ربما معظم هذه المبالغ التي تصل إلى اليمن أيضا لا تصل للمحتاجين. هذا صحيح، وهذه مشكلة أخرى كيف توصلها للمحتاجين فعلا. نعم. طيب أستاذة ابقي معي، أعود للخبير الاقتصادي حسام. أستاذ حسام، الأستاذة ميساء ذكرت بأن هناك يعني اليمن في الوضع العادي قبل الحرب كانت ربما لا تستطيع استيعاب كل المنح التي يعني تمنح لليمن. في ظل الحرب وأنت من خلال نظرة اقتصادية ومتابع لدور الحكومة في استيعاب كل هذه المنح، هل ستنجح الحكومة هذه المرة باستيعاب هذه المنح خاصة مع الحاجة الملحة لهذه المساعدات؟ الحقيقة إذا تتبعنا بين يدي أنا تقارير لوزارة التخطيط وغيرها من الجهات التي كانت تعمل قبل الحرب، لا نقول ان اليمن لم تستوعب الحقيقه، ولو حتى وكان هناك طريحه الحقيقه سحب كبير من حجم المساعده. يعني مثلا حسب البيانات المتوفره عندي منذ عام 2012 وحتى 2014 كانت اجمالي التعهدات تقريبا 10 مليار دولار، سحبت الحكومه منها تم منحه نفطيه من المملكه العربيه السعوديه تزيد عن 2 مليار دولار، ايضا إضافة إلى الوديعة السعودية بمليار دولار. طبعا التعهدات المانحين هي تنقسم إلى قسمين، منح مباشرة وتقريبا كانت نسبتها 75% وقروض تقدم للدولة ب 25% نسبتها. وبالتالي كان هناك حسب التقارير الموجودة عندي تقريبا 7 مليار دولار تم سحبها من إجمالي التعهدات، يعني كان هناك كثير أو سحب كبير الحقيقة للأموال. لكن هل انعكست بأداء جيد على الوضع الاقتصادي؟ الحقيقة ذهبت معظمها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في هذه خلال الفترة 2012 نعم. حتى 2014. طيب حاليا الآن المساعدات التي تقدم حاليا الحقيقة هي ذات طابع إنساني يعني الحقيقة، ودور الحكومة هنا يجب أن يكون إشرافي، لأنه حين نتحدث عن استيعاب حكومي يعني مشاريع، وهذا ربما يدخل في إطار ربما إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد اليمني، ربما هذا جزء أو جزء. هل باعتقادك أستاذ حسام هل باعتقادك سيدعم الاقتصاد اليمني هذه المنح وبصورة أو بأخرى، أم ستذهب في زي ما تحدثت أنت في جانب إغاثي ولن تؤثر في تحسن الاقتصاد؟ يعني هنا هناك تحسن في جانب مكافحة الفقر، وهذا في النهاية هو مؤشر جيد، يعني أنه مكافحة الوقوع في الفقر الشديد المجاعة هذه مؤشرات جيدة. لكن هذه الحقيقة لن تقدم يعني أو لن تعطي نتيجة اقتصادية مباشرة، يعني هي عبارة عن مساعدات تقدم، مساعدات استهلاكية في الغالب، عبارة عن حبوب و يعني
أيضا مواد غذائية ومواد أيضا صحية. وبالتالي يجب أن نفرق هنا بين المصطلحين، ما يخصص في جانب اقتصادي بحت، وهذا ربما يدخل في إطار ما قدمته المملكة السعودية أو من وعود الحقيقة في دعم الاقتصاد نفسه، يعني دعم الموازنة العامة للدولة، دعم إعادة الإعمار، هذه نقاط منفصلة، وما يقدم الحقيقة في سبيل المساعدات الإنسانية التي يجب أن تصل مباشرة إلى المحتاجين أو الناس المتضررين، سواء النازحين أو المشردين أو المرضى، أو حتى مثلا ربما يعني يوسع المفهوم ليشمل جرح الحرب. لا أدري، لا أدري إذا كان يشملهم. يعني الحقيقة هناك فوائد كثيرة، لا يمكن لأحد أن لا يقول هناك لا توجد فوائد، ولكن السؤال هو هل فعلا تصل هذه الأموال إلى مستحقها، وكم توصل؟ يعني هذه هي النقطة المهمة. نعم أستاذ ميساء شجاع الدين، ذهاب المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى هذه المؤتمر والبحث فقط والتركيز على الجانب الإنساني، باعتقادك هل هو يعني جرس إنذار بأن الحل السياسي والعسكري ربما صعب المنال أو بعيد بالنسبة لليمنيين؟ أتوقع هذا صحيح. يعني أتصور أنه العالم صار يتعامل مع حرب طويلة الأمد، ونوع من إعفاء الضمير يعني أو راحة الضمير بأنه يعالج المشكلة الإنسانية، يخفف من معاناة الإنسانية، في تصور أنه هذا ممكن يساعد. لكن أتصور إذا في رغبة في التعامل مع حرب طويلة الأمد، لابد من تشجيع قدرات المجتمعات المحلية الصغيرة في اليمن، يعني لابد من تعزيز قدراتها في أنها تتعامل مع المجتمع هذا، بأنها تعزز من إمكانيات فرص العمل للمواطنين، من تحسين مستوى معيشتهم بشكل صغير بعيد عن الحكومة المركزية، أو بعيد عن حقيقة غياب حقوق الحكومة المركزية في اليمن. نعم. فهذا ممكن يلعب يعني دور، بس غير كذا أنا أتصور أنها معالجة إسعافية ضعيفة بتوصل للناس يعني بشكل محدود، وأحيانا لا تصل للأطراف المحتاجة، وهي يعني في النهاية إذا مشينا نتكلم على حرب طويلة الأمد، فسيظل الفقر وسيظل الجوع، ستظل انهيار الخدمات الطبية، سيظل المدى طويل إذا استمرينا المعالجة للأوضاع بهذا الشكل. نعم. المجتمع الدولي أستاذة ميساء وكل هذه المنح الآن التي خصصت اليمن، للأسف هناك خبراء في الجانب الإغاثي وفي الجانب الاقتصادي يقولون معظم هذه الأموال للأسف تذهب، يعني على سبيل المثال المنظمات العاملة في الداخل تذهب معظم هذه الأموال كرواتب وكبدل وكإيجارات وما شابه ذلك، بينما يصل ربما نسبة بسيطة للمحتاجين، مع الحاجة الكبيرة لليمنيين لهذه الأموال وهذه المنح. باعتقادك هذا العام سيتم استغلال هذه الأموال بالشكل الصحيح وتصل للمحتاجين أم لا؟ هي دائما طبيعة المنح هذه عادة المستفيدين منها بتكون كبيرة، اللي هم القائمين عليها سواء من الطرف الخارجي أو من الطرف المحلي. نعم. بتكون حجم الاستفادة كبير، لكن هذا مش غلط في النهاية، حتى في الزكاة العاملين عليها بيكون لهم نصيب منها. العاملين عليها 5%، لكن للأسف في برنامج المنظمات ربما 50% وأكثر. أنا ما أقدر أقول كم نسبة الاستفادة منها، لكن في النهاية أنا أتصور هي مشكلة أولاً إنه ما فيش مؤسسة دولة تستوعبها، ما فيش إنه المشكلة طويلة الأمد، إحنا بنتكلم على حرب ومعاناة جذورها أصلاً لا تعالج، تظل يعني مستمرة، المعاناة مستمرة، لحد متى العالم سيظل يدفع لهؤلاء الناس مثلاً سلال غذائية لهذه المجموعة في التهامة مثلاً؟ مثلاً أي فئة تحصلت على هذه السلال الغذائية لحد متى؟ هو هيعالج مشكلة هذا المجتمع الصغير لمدة شهر شهرين، لكن إلى متى؟ سيظل هو دائماً معتمد على المجتمع الدولي أنه يقدم له منح، لأنه في النهاية لا يوجد لديهم فرص عمل، أو بسبب الحرب العمل حقهم تقطع مثلاً، بسبب الألغام هو لا يستطيع الصيد، لا يستطيع يعني مثلاً. فبالتالي هو إلى أي متى هذا سيظل يستمر الوضع؟ هذا هو أنا أتصور أنها لن تخفف أي شيء من المعاناة الإنسانية في اليمن، إلا بشكل بسيط جدا ومحدود. نعم. وهي نوع من راحة ضمير، يعني أنها الدول الغربية تتعامل معها كشكل من أشكال الدعاية، والدول الغربية والدول الأخرى المشاركة لها، أنا بشوف لها دعاية سياسية أكثر. نعم. شكرا لك الكاتبة والباحثة السياسية الأستاذة ميساء شجاع الدين، كنت معنا من القاهرة. ونشرك معنا في الحديث مستشار وزارة الإعلام
الأستاذ مختار الريحبي. مرحبا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبالمشاهدي الكرام وضيفك الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار. منح ب2 مليار دولار من المجتمع الدولي تقدم لليمن، هل ستستغلها الحكومة اليمنية وتستوعب كل هذه المنح وتصل للمحتاجين أم لا؟ بالنسبة للحكومة، الحكومة طبعا أنشأت لجنة عليا للإغاثة في بداية الأزمة وفي بداية الحرب التي اندلعت في قبل 3 أعوام، وهذه اللجنة طبعا تقوم تحت إشراف مباشر من الحكومة وبالتعاون مع مركز الملك سلمان ومع المنظمات الداعمة. وطبعا الاحتياجات في اليمن احتياجات هائلة، وأصبح الآن هناك أكثر من بحسب إحصائيات أن أكثر من 15 إلى 20 مليون يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الوضع الإنساني وبسبب الوضع الاقتصادي أيضا المتدهور، وأخيرا أيضا توقف الرواتب لمدة تقريبا لمدة 2 عامين. بالنسبة للوضع، الوضع طبعا يحتاج بالفعل إلى 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 إغاثة، ولكن أيضا إلى جنب الإغاثة يحتاج إلى وقفة جادة من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك من المجتمع الدولي لحل مشكلة ومعضلة الرواتب التي من المهم جدا أن يتم دفعها للموظفين، لأن الرواتب إذا دفعت طبعا سوف تشكل رافدا جديدا لأبناء الشعب اليمني، حيث يعتمد حوالي تقريبا مليون أو أكثر من مليون مواطن على الرواتب التي يتم دفعها من الحكومة، وهي طبعا متوقفة طوال الفترة الماضية تقريبا سنة ونصف بسبب نهب ميليشيات الحوثي للأموال، أموال البنك المركزي، وأيضا احتياطات البنك الذي كانت تصل إلى 5.5 مليار دولار. نعم، بالتالي هذه أيضا مشكلة ومعضلة كبيرة. لكن أيضا المساعدات الإنسانية حينما تصل إلى المحتاجين وحينما تصل إلى المستفيدين منها في كل ربوع اليمن، مع أن الميليشيات تقوم بنهب هذه الميليشيات بنهب هذه المساعدات، تقوم بعرضها في السوق السوداء كما أنها تبيع كل شيء في السوق السوداء، تبيع الغاز. نعم، تبيع البترول، تبيع كل شيء. بالتالي طيب هذه المرة أستاذ مختار، نعم، هذا العام هل يعني المجتمع الدولي والمانحين سيكون التعامل فقط مباشرة مع الحكومة الشرعية وتصل كل هذه المنح، أم سنشهد مثل الأعوام السابقة تصل معظمها إلى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات التي في صنعاء والتي للأسف هي خاضعة على سلطات الميليشيات الحوثي، ومعظم هذه الإغاثة تصل إليهم ولا تصل إلى المحتاجين وتباع بالسوق السوداء كما ذكرت؟ بالنسبة للحكومة، الحكومة طبعا تقوم بتوزيع في كافة المناطق التي هي خاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، باقي المناطق التي هي خاضعة للميليشيات الحوثية طبعا يتم إيصالها إلى مكاتب الأمم المتحدة التي بموجب تواجدها في هذه المناطق تتعامل مع الميليشيات الحوثية، والتي الميليشيات الحوثية تقوم بأخذ هذه المساعدات وتوزيعها للمقاتلين التابعين لها وكذلك بيعها في السوق السوداء. بالتالي آلية التوزيع طبعا تخضع ل تواجد أيضا المنظمات والجمعيات المتواجدة في المناطق التي ما تزال خاضعة للميليشيات، وهذه أيضا مشكلة كبيرة تواجه الحكومة وتواجه أيضا المجتمع الدولي الذي يقوم بإيصال هذه المساعدات، ولكن للأسف الشديد الحوثيين يقومون بنهبها ويقومون ببيعها ويقومون بالمتاجرة بهذه المساعدات. بالتالي لابد من إيجاد آلية صارمة، وأيضا لابد من قبل المجتمع الدولي والمتحدة للضغط على الميليشيات لكي تتوقف عن نهب هذه المساعدات التي هي أصلا مخصصة. نعم، لمساعدة أبناء الشعب اليمني الذي أضحى بحاجة ماسة للمساعدة وبحاجة ماسة أيضا للوقوف معه وقفة إنسانية ملحة. أشكرك جزيل الشكر مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الريحبي، كنت معنا من الرياض أو من مكة. وأعود إلى الأستاذ حسام السعيدي، سؤال أخير أستاذ حسام. إذن الآن الطريقة الأمثل التي يجب على المانحين ويجب أيضا على الحكومة الشرعية أن يعني تقوم بها من أجل أن تصل هذه المساعدات وتستوعب جميع المبالغ التي منحت لليمن وتصل للمحتاجين في أقل من دقيقة، تفضل. الحقيقة أنه لا توجد طريقة مثلى، ولكن توجد طرق قادمة من التجارب، التجارب تعكس النتائج. نعم، برأيي لابد أولا من إذا التصور، وهذا التصور تقوم به المنظمات الدولية والحكومة تقريبا لا تستطيع تقديم هذا التصور الشامل لحجم الأزمة الإنسانية وما هي المعالجات المناسبة في أي المناطق، يجب أن يكون هناك إغاثة أكثر وكذا إلى آخره. يجب أن يكون هناك أولا حصر المناطق الأشد تضررا، الناس الأكثر استحقاقا للمساعدة. وأما بالنسبة لآلية وصول هذه المساعدة فأنا في تصوري أن تكون يعني ربما لا نستطيع أن نقول أن يكون هناك جهد مركزي موحد، لأن الجهد المركزي لا نستطيع أو لا نضمن من خلاله أن نتصل المساعدات للجميع، ولكن
يجب أن يكون هناك لا مركزية في هذا الأمر، وربما يمكن الاستفادة من تجارب صندوق الانتماء للتنمية أو بعض التجارب الناجحة. نعم أشكرك. نعم أخي حسام لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك. الخبير أو الباحث في الشأن الاقتصادي حسام السعيدي كنت معنا من إسطنبول، والشكر أيضا لمستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، وكذلك للباحثة والكاتبة السياسية ميساء شجاع الدين. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا ومعد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحاردي. حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا المحدث بنفس الموعد ونفس الزمان، ألقاكم على رأس الساعة.